فعل جمعوي مهتم بالبيئة. لكن هو كاغ الاخوان ما يمين الشيء الفخم هنايا ما يمين نحتاج. علاش احتجينا على هذا الشيء؟ على الطريق، على الحمولة. انه كيتواجد زلزال، كنقولها وكنسطع عليها بالاحمر، زلزال غير طبيعي حيث لم توجده الطبيعة. لقد نجونا من زلازل جاءتنا من حكم ربنا، جاءتنا من الطبيعة، فنجونا منها بفضل الله. في هذه الصورة من مثاوى يا بويا فع الشباب يتفق نهار ذاني تادي تفوشتا تحمل الفوشتا وفزين ذاني تاغن قل كلمة نسن ماشي خارغيس نجل الصورة يا بويا فع بلين شنو تجيبوا مخرفين ولا إرهابيين ولا داعشيين، نشين تاوان الساكنة بويا فار أبناء المنطقة. غنى الله رزقه الله يزيد له. حنا عندنا مشكل مع الشاحنات، ما يجيش من فاس ومكناس وطنجة وتطوان في عز أزمة كورونا. ما دارين لا كمامة، ما دارين لا، ما كيراعيو لا الشروط ديال التدابير الصحية اللي كتوصي بها وزارة الصحة، ما كيديروا لا معقمات، كيجيو من بؤر اللي كانت كورونا كنيسة الشاول. واش هذا حق هذا؟ السلام عليكم. نهار ونت نشين الاخوان فضلني ثاني دي وقفه احتجاجيه ضد وينات التخريب اللي توقع على وينات ايوبري سميتو شاحنات، يعني تكسي الحموله صغير قانونيه، يعني كتازي ما هو قانوني، وتخريب يومي تخريب يوم يعني مفضوح، يعني واضح ومفضوح سميتو ايوبري، وتخريب يعني تخريب يومي حتى وينات يذود اللي جا قينت خوبري، وامام يعني امام اعين السلطات، يعني سميتو الشين يعني نادى السلطات نراسل السلطات يعني كمره الاجراءات القانونيه، ومع ذلك يعني ماني مستمر. السلام عليكم. نتشكر بعد قناه الناظور سيتي يديوسين كين التغطيه شن نهار الخروج خروج وادي سي بوعبثي، وها نهار شنو واد نفيغ ارمي متضرين، نحاول نبلغ السلطات، نحاول تسمى نبلغ جميع الجهات المسؤوله زين من بارق ونيتا، نخصنا نوجه الرساله السيد العامل اولهم والسلطه المحليه على اساس نشين تدري نهار الدار زي الحموله زي الشاحنات، خصوصا تدري ذو بريد ونحن نبلغ الرساله يا ولي اني اذن صماء وغانغيس ريحد، لذا الخروج النغواني تمش التوارد نهار نحر تسمى نحر زي مش سقان منصبار نحر زي السلطات الطماطون اللي كاين تقن ذي لا مش سقان الرساله ينو غسل وجهه. كيوم عادل النجاري، اولا نتشكر موقع ناظور سيتي يا كان غادي يحضر عندنا نيتام ذي المحطيه النضاليه يكين تاو بويا فار. كفى يعلم الجميع نشي نهارا من غير جي نفقد على الساحه لا، وهو الشاحنات يا غادي تدفن جميع المدن المغربيه، ولكن الشاحنات النية وتحترمت والقانون 10 طن. يعني كيف يعقل ان مسلك اذا حزي المركز اربو حمزه تخاسو قاميون دي 60 طن؟ قمانية لا يعقل. وبلاكا على العلم ان بلاكا من الطريق الرئيسي 6202 ديس 10 طن. يعني نمشي نتتع زي المسؤولين هذي سين مانية سجن جدية باش تسبدن المهزلة يا غانا توقع عندنا تذي بويا فار قاش عندنا بويا فار نتعانى نشين السوار خو بريد ميخ نفق نهارا نفق باش نسيوه المعاناة النق إذا تعانى يوذان خو بريد كيف أعقل قدني تان يوذان المساكين الجالية النق زدغن مش سقانا قين جروبا غاس نتوذرين توين مش سقانا وين الاستثمار تسند بنا نتوذرين دانيتا قاميون يتكاس خدا 60 طون هدا هني الدكور بيترق في الزنزال واش ندواني تا ثمانية غادر في نهارا باش نسيو تبرت نغي السلطة وكان نادي العامل ديال اقليم الناظور يدخل ويشوف هاد المهزلة اللي كتوقع في جماعة عزان راه عينا كنوقفوا عينا كل شيء راه كيشوفوه وهذا الشيء لا ما عندي ما نقول. والسلام عليكم. السلام عليكم. أدا أولا تحية نضالية عالية. تواجد اليوم تواجد نهارا ذي الميدان وديوسيبو بين عشية وضحاها يعني كذا الصباح
كحرك الوقفات فنال شنو واجب فوضويين ولا شيء من هذا القبيل شنو زد انعبى خمشي سقان خل معاناة النغ يتعيش السكينة مثلا بوحمزة يخل فيه ون إيقاس ميون إشملالا وحتى ممكن نقول بويا فركة من حيث هذه الطريقة لعامة الناس ماشي ديال الشخص هذه الطريقة هذا كيدوزوا منه سعدون الزيت عفوا إيقومية كتازي 60 طن 50 طن 40 طن 30 طن والطاقة الاستيعابية مبردة ونيتا وتجيب 50 طن ولا 60 طن ولا 40 طن أبل إذا جنت باش هذا ونث وذان واسي مشحاني هنيا توا تحليل من باش هذا غاسني يريو بريدة نهار مي غاسنا بريدة استغلنت استغلال شخصي باش تكن وينات مشي سقان ذنه بن كوشي اتشن كوشي اذخر بن كوشي وبالتالي شي نتركز بانه المعركه يا معركه مفتوحه الى غايه ان وجد حل الحل ايمانيه قضيتي وذن وزمان تصل وزمان كل ما يمكن تخسنوا قاميون 62 طن تحس الزلزال ان جا نصيد ربي الحمد لله زيد الزلزال الطبيعه ولكن نتصادم يصدمان غير الواقع الزلزال كنت نشأنت الاشخاص يغانيني الزلزال الشاحنات ذيني وذن مستثمر مرحبا بالاستثمار شنو انا المشكل ولا كيجن مرحبا زي الاستثمار ولكن باش تضر السكينه لا باش تضر شنو انا المشكل مع اي جهه ولا ديش جهه وانا كيس المشكل نشي نعزو الشاحنات اتفذذ بالدند والسلام عليكم وتحيه نضاليه عليا السلام عليكم نشا خويا واري حاجه ينحاش نش غاري قيم متضري تجيغ هرشة غير تداك تخبرين غير حذية الرز في كاميو ثنيني وش أقترابي عذو نشو واسق العبو يجدي نش نغسل يستعذو نش غير دين 260 متر ونتمات ديني يختصي تدات يختصي تدات سنفوي قمبر من يس ولكن باش نش ذي تدان شقا هرشة خاص نتكل خافني كامل غادي تازل خاص غير قدين رحلة تخبري ذاك باين قايا الرز يتوقز يا الرز إلي خمين غا كان شوات ماغي شاب باش العذر غادي كا وار من زغا عذرة تقايت قم في ولكن وار من غا تا الله يزيدهم بخير أخافي سن الشمانية يا غايسي شتم بينات أخافي ميسي تسيت أنا